مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يوم يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. وهذه متابعه اخباريه تحليليه مفصله لفعاليات مؤتمر القدس الذي عقد بجامعات الدول العربيه بمشاركه وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الاردن الملك عبد الله الثاني والسيد احمد ابو الغيط امين عام جامعات الدول العربيه ورئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن. نتحدث بشيء من التفصيل عن أهمية هذا المؤتمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الممارسات الإسرائيلية الوحشية. نتحدث أيضا عن القرارات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية والدور العربي في هذا السياق. معي ومعكم في هذه الحلقة للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل الأستاذ شريف سمير الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ شريف مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. اسمح لنا في البداية نتوقف سريعا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير التالي وهذه الدقائق المعدودة، ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار حول فعاليات مؤتمر القدس الذي عقد بجامعة الدول العربية. انطلق اليوم مؤتمر القدس صمود وتنمية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين رافعي المستوى عن ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وفي كلمته في افتتاح المؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت إزاء رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية مدينة القدس، محذرا من عواقب وخيمة حال عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب الفلسطيني مفادها أن القضية الفلسطينية من أهم أولويات مصر والعرب. وفي رسالة أخرى للحكومة الإسرائيلية أكد الرئيس السيسي أن الوقت قد حان لتحقيق السلام من أجل الأجيال القادمة. أغتنم كلمتي برسالتين أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض، نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب. وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، ولأن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين. كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل. فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. ونعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية. كما عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بلغ التقدير للرئيس السيسي والشعب المصري على دعم القضية الفلسطينية ورعايتها للمصالحة الوطنية وإعادة إعمار غزة. أود في بداية حديثي أن أعبر باسم دولة فلسطين وعاصمتها
المقدسة وشعبها المرابط عن بالغ التقدير لأخي صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمشاركته الهامة في هذا المؤتمر، وهي فرصة لتقديم الشكر لفخامته وحكومته والشعب المصري الشقيق. وركزت فعاليات المؤتمر على 3 محاور: سياسي وقانوني واقتصادي، بهدف مواجهة مخططات إسرائيل لتهويد القدس وممارسة السياسة الممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني فيها، فضلا عن طمس سماتها العربية والإسلامية والمسيحية. كما يهدف المؤتمر إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز صمود الفلسطينيين في القدس. أجدد التحية لحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. لك التحية من جديد أستاذ شريف، وبداية كيف تابعت فعاليات مؤتمر القدس صمود الذي عقد بطبيعة الأحوال من قلب جامعة الدول العربية وبمشاركة كبيرة جدا وواسعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعدد كبير من ممثلي الوفود الرسمية من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصدق وصف يمكن أن نطلقه على مؤتمر دعم القدس صمود وتنمية أن هي إعطاء قبلة الحياة لهذا الملف الذي لا يعد فقط ملف إقليمي أو مجرد قضية مركزية في الشرق الأوسط. القدس هي رمز للنضال ضد المحتل، رمز للحفاظ على العروبة والإسلام والمقدسات الإسلامية والمسيحية. فأعتقد طبعا أن القدس الآن تمر بحلقة جديدة من حلقات الممارسات القمعية الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة التي لا تتوقف ولن تتوقف إلا بشروط معينة. أعتقد أن مؤتمر دعم القدس هو فرصة لمحاولة إنقاذ القضية الفلسطينية من غرفة العناية المركزة التي هي ما زالت فيها حتى هذه اللحظة وتعيش على التنافس الصناعي طول الوقت. وأعتقد أن المسألة مرتبطة بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف. أولا لابد أن يكون هناك تركيز بشكل كبير جدا على فكرة وقف الانتهاكات الصارخة من الحكومة الإسرائيلية ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن المستوطنين اليهود في باحات الأقصى. ثانيا لابد أن يكون هناك اتفاق عربي مشترك وصيغة عربية موحدة بأن يكون هناك إجبار للحكومة الإسرائيلية على وقف هذه الانتهاكات من خلال ورقة العلاقات الاقتصادية أو ورقة التطبيع التي تم توقيعها بين بعض الدول وبين إسرائيل. والنقطة الثالثة، لابد إذا سلمنا أن ملف القدس ما زال يحلم بالوساطة النزيهة الدولية، فلابد أن يكون هناك إجبار للراعي الرسمي لعملية السلام المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية أن يكون هناك ضغط على أن يكون هناك امتثال للقرارات الدولية بعدم وجود أي انتهاكات للمقدسات الإسلامية، بأن يكون هناك الموضوع أو المسألة تبقى القضية تكون تحت مظلة دولية طول الوقت. هذه الخطوط المتوازية إذا تم إتقانها وتم السير فيها بمنتهى الجدية أعتقد أن يمكن يكون هناك فرصة لحلحلة هذه القضية التي دائما محل كسر. يعني ما الذي توقفت عنده من كلمات أو من رسائل جاء بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما استهل كلماته ب يعني دعم ومساندة فلسطين وتحدث عن القدس بشكل خاص وقال أنها عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض لفلسطين، أرض التسامح ومهد الأديان؟ إذن يعني الخلفية التاريخية والمكانة كبيرة حقيقة للمقدسيين وإلى القدس تحديدا في قلب كل مصري وقلب كل عربي. كلمة الرئيس الفتاح السيسي تنطلق من ثوابت السياسة المصرية المقتنعة تماما بأن القضية الفلسطينية هي محور الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم أجمع، لأنها القضية التي على مدار أجيال
لم تحل حتى هذه اللحظة، وما زال شلال الدم لا يتوقف في الأراضي المحتلة، والقدس يحدث لها الانتهاكات لأهداف تاريخية وأهداف دينية وأهداف سياسية أولا وأخيرا. صحيح. أن يكون هناك يعني بعد قرار الضوء الأخضر اللي اعطته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل، هذا كان الوعد الذي منحه من لا يملك لمن لا يستحق. وبالتالي هذه المسألة عقدت جدا القضية الفلسطينية، ووضعت القدس بين فكي روحها وبين مطرقة الممارسات الإسرائيلية القمعية وبين سندان الرعاية الأمريكية للمصالح الإسرائيلية. وبالتالي العرب الآن هم مطالبون بالدرجة الأولى إلى حماية هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال فرض قوة المصالح فرضها على الحكومة الإسرائيلية. إذا راهنا بالدرجة الأولى على أن يكون هناك تأثير للسياسة الأمريكية أو تأثير للمنظمات الدولية لمحاولة احترام المواثيق الدولية والأعراف الدولية واحترام قدسية الأماكن المقدسة في المسجد الأقصى، أعتقد أن هذا يكون رهان خاسر بامتياز. لابد يكون الرهان الأكبر على ورقة المصالح الاقتصادية، ويكون هناك التركيز بشكل أساسي على إيه الممكن تقدمه، ماذا يمكن أن تقدمه الدول العربية لإسرائيل مقابل أن تتوقف إسرائيل عن الانتهاكات، سواء في صورة انتهاكات من المستوطنين أو من وزير داخلية زي وزير بن غفير الذي يمثل أقصى اليمين المتطرف والصقور المتشددة في الحكومة الإسرائيلية، وبين أن يكون هناك أيضا ممارسات للآلة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة واستشهاد المئات من المدنيين الفلسطينيين. أعتقد أن المسألة رهن بجدية الأطراف العربية بالوصول إلى صيغة عربية مشتركة للتأثير أو الضغط على الحكومة الإسرائيلية. صحيح. ولابد أن يكون هناك دايما حلقة اتصال أو جسور تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية أو البيت الأبيض وبين العواصم العربية، لأن أي ضغط على إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال الضوء الأخضر الأمريكي. صحيح. طيب يعني في ظل كثرة وتعدد القضايا والملفات العربية في المنطقة، يعني وضعية القضية الفلسطينية، يعني ربما لمسنا اهتماما كبيرا وملحوظا في سياق فعاليات مؤتمر القدس صمود وتنمية بجامعة الدول العربية بمشاركة كبيرة أبرزها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعهد الأردني بطبيعة الأحوال، ولكن في ظل تشابك وتعقد القضايا والملفات العربية، نتحدث عن أوضاع في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، يعني حدث ولا حرج في هذه القضايا والملفات، ازدحامها وتشابكها وتعقدها هل أثر بشكل أو بآخر على وضعية أو مكانة القضية الفلسطينية في ظل تعدد المشكلات وتعدد التحديات المختلفة في المنطقة العربية؟ نظريا القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية، ومن الصعب جدا أن أي ملف آخر أو أي أزمة إقليمية تسحب من رصدها، لكن عمليا على أرض الواقع فعلا بعد اجتياح الربيع العربي للمنطقة حدث أن في بعض الملفات اللي فرضت نفسها على الساحة وصرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية، فبقت عرضة للتصفية كل يوم. علاج هذا الموقف لن يتحقق إلا من خلال أن يكون هناك وحدة صف عربي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ضد الأطماع الاستعمارية والاستيطانية لإسرائيل. وفي نفس الوقت إذا حدث تقدم ملحوظ وملموس في القضية الفلسطينية سينسحب على بقية الملفات، لأن طبعا ملفات زي سوريا والعراق واليمن وليبيا كلها ستتأثر بحالة المرونة التي يمكن أن تحدث في الملف الفلسطيني. صحيح. لكن الملف الفلسطيني متوقف على كذا طرف، أولا علاقة العرب بإسرائيل، ثانيا علاقة العرب بالدول الراعية لعملية السلام حتى على مستوى الشعارات، وبالتالي لابد أن يكون هناك قراءة واستراتيجية مختلفة لشكل العلاقات العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الأوروبية. صحيح. للضغط من أجل صالح القضية الفلسطينية. النقطة الثالثة مهمة جدا، القيادات الفلسطينية مع الأسف الشديد شاخت وتقدمت في السن والعمر، وكان لابد من تغييرها وتجديد شبابها، فلابد أن يكون هناك اعتماد على قيادات جديدة في سواء في حركتي حماس أو فتح.
أو بعض الفصائل الفلسطينية، وصولا إلى تنحية الخلافات بينهم جانبا، وأن يكون هناك اتفاق على وحدة وطنية تضع المصلحة القومية ومصلحة القضية الفلسطينية في الاعتبار الأول، ثم يكون هناك ترتيب للحسابات الأخرى. تمام. طيب فيما يتعلق ب يعني إعادة ترتيب البيت الفلسطيني أو الحديث عن وحدة الصف الفلسطيني واللحمة الفلسطينية في ظل وجود حالة من الشتات والتفرقة والتشرذم للأسف الشديد بين فتح وحماس وبين الفصائل الفلسطينية بشكل عام، طبعا. والسؤال هنا قبل أن نعول على أدوار عربية أو إقليمية أو دولية، لابد في البداية أن يكون التعويل على الداخل الفلسطيني لأنهم أصحاب القضية. هل بالإمكان تحقيق هذه المصالحة الوطنية رغم وجود عدد كبير من المساعي ومنها المساعي المصرية كنموذج وكمثال، ولكن للأسف عند التنفيذ وعند التفعيل وعند البحث عن بعض المكتسبات أو المصالح الذاتية بتنهار فكرة المصالحة وبنعود إلى المربع صفر من جديد؟ كيف ترى هذه الإشكالية الكبيرة التي تقف يعني حائلا دون الحصول على أي بصيص للنور في هذا النفق المظلم للقضية الفلسطينية؟ طبعا لابد ألا نفرط في الرعاية المصرية، ومصر دايما حريصة على أنها تكون دايما حمامة سلام أو وسيط نزيه، مش بس بين إسرائيل وبين القيادة الفلسطينية، لا، بين الفصائل الفلسطينية فيما بينها. رعايتها هنا في القاهرة لعديد من الاجتماعات والجلسات كانت خير شاهد ودليل على أن مصر دائما وأبدا تطالب القيادة الفلسطينية بتوحيد الصف وتوحيد الهدف وعدم الانصراف إلى خلافات داخلية. فلابد ألا تتوقف هذه السياسة المصرية أملا في تغيير الحال إلى ما هو أفضل. ثانيا، جدية الأطراف الفلسطينية نفسها في الاستجابة والتجاوب مع الإرادة المصرية، مع المبادرات المصرية لتصحيح المسار وتوحيد وجهات النظر. والنقطة الثالثة، لابد زي ما قلت لحضرتك في بداية الحديث، تجديد مراكز القيادة. لابد ان يكون في اعتماد على رؤيه شبابيه جديده، لابد ان يكون في تصدير وتصعيد لوجوه فلسطينيه سياسيه جديده على مستوى مراكز اتخاذ القرار، وان يكون في فعلا تفاهم بينهم وبين بعض. لكن الاعتماد على قيادات قديمه لها حساباتها ولها استراتيجياتها اللي هي عفى عليها الزمن، كل ده بيجرد القضيه الفلسطينيه من اي قوه وبيجردها من اي امل في الاصلاح. فأنا أتصور أن المسألة لابد أن يكون هناك استمرار للمصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية بالرعاية المصرية دائما دون كلل أو ملل. والنقطة الثانية، لابد أن يكون هناك تجديد لصفوف القيادة الفلسطينية، لابد أن يكون في إحلال وتجديد ويكون في تصعيد لوجوه جديدة، وجوه قادرة على قراءة المشهد السياسي العالمي بشكل مختلف بشكل مغاير، وجوه قادرة على أنها مسلحة بالعلم ومسلحة بالخيال ومسلحة أيضا بالإرادة والضمير الوطني، وبالتالي هتقدر أنها تتعامل مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة بغض النظر إذا كانت جمهورية أو ديمقراطية، وتتعامل مع القوى العظمى مهما كان اختلاف كل قوة. القضية الفلسطينية أصبحت مرتبطة بقوى عظمى في مقدمتها برضو روسيا والصين، صحيح، ودول تحاول أنها تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه السباقات. تمام. طب اسمح لنا أستاذ شريف، معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور صادق، بعد التحية، يعني كيف تابعت فعاليات المؤتمر الذي عقد من قلب جامعة الدول العربية والذي حمل عنوان القدس صمود وتنمية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني وممثلي عدد كبير من وفود الدول الرسمية الأعضاء في جامعة الدول العربية؟ تحياتي لحضرتك في البداية وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد قمة هامة جدا تأتي لمناقشة القضية الفلسطينية وفي القلب منها طبعا في القدس الشريف، خاصة بعض الأحداث التي جرت سواء من خلال ما قام به بن غفير من اقتحام باحات المسجد الأقصى أو ما تقوم به الحكومة اليمنية في إسرائيل من خلال إتاحة الفرصة للمستوطنين للقيام بأفعال تنافي القانون الدولي وتنافي أيضا ما اعترف او ما اصطلح على تسميته بالتعايش السلمي ما بين فلسطين واسرائيل. طبعا حضرتك كما تعلمي ان اخر هذه المشاهد كان اصدار قانون الابارتايد في الكنيست الاسرائيلي الذي دشن مساله اتاحه الفرصه للمستوطنين بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه وما الى ذلك ومساله تهويد القدس. طبعا اليوم تحدث السيد الرئيس وايضا تحدث المشاركين عن مساله
خصوصية القدس باعتبارها مدينة ذات سيادة مستقلة، وأيضا مدينة تخضع لأحكام قانونية دولية، سواء ما يعرف بمسألة استقلالية القدس أو ما يعرف بمكانة القدس باعتبارها أحد الأماكن التي صنفتها اليونسكو كمنطقة أثرية أو منطقة ذات طبيعة خاصة ثقافية، طبعا خاصة بمسلمين والمسيحيين. طبعا انا اعتقد ان ما تقوم به اسرائيل حاليا لن يؤدي الى نوع من الاستقرار ولن يؤدي الى نوع من التعايش السلمي، خاصه ان فلسطين لو في رد فعل، بمعنى ان فلسطين حاليا تقوم برد فعل اتجاه ما يقوم به المستوطنين داخل اسرائيل. وانا اتخيل ان المشكله هنا هي مشكله كبيره جدا، هي مشكله على اسرائيل ان تعيها وعلى اسرائيل ان تستوعب مساله الخبره التاريخيه، بمعنى ان كل التاريخ يقول بان الاعمال العنف لن تؤدي الى احداث نوع من السلام في المنطقه، بالعكس ستؤدي الى مزيد من السلام. وانا اتخيل ان الادارات الامريكيه المتعاقبه كان عليها دور هام في فهم هذه الطبيعه، طبيعه مساله اقرار السلام وكيف يمكن احداث نوع من السلام في الشرق الاوسط. توجهات مصر الخارجيه خلال الفترات المتعاقبه منذ حتى احداث السلام 79 تؤكد هذه الحقيقه، تؤكد حقيقه ان السلام هو الذي سيؤدي الى استقرار في المنطقه، لكن مسائل العنف ومسائل ايضا اتاحه الفرصه للمستوطنين وما الى ذلك ب اطلاق ايديهم على الاراضي الفلسطينيه وعلى الشعب الفلسطيني لن يؤدي الى احداث نوع من السلام، بالعكس راينا ما رايناه من اعمال قام بها بعض الاخوه الفلسطينيين اتجاه ما يحدث طبعا في اسرائيل. اذا انا اتخيل ان الرؤيه المصريه يمكن اشار اليها الرئيس السيسي اليوم انطلقت من عده محاور اساسيه، المحور الاول هو وقف اطلاق النار بين الجانبين وايضا تثبيت الهدنه وتثبيت وقف اطلاق النار والعمل على مساله عوده التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، اضافه الى بعد هام جدا هو البعد الخاص باعاده اعمار فلسطين باكملها، ليس قطاع غزه فقط بل فلسطين باكملها. وانا اتخيل ان هناك دور ما زال غائب تماما للمجتمع الدولي. الولايات المتحده كما تعلمي حضرتك وقفت دوما بجوار اسرائيل سواء من خلال الدعم السياسي او الدعم المادي او حتى من خلال الدعم الدبلوماسي في مجلس الامن من خلال استخدام حق الفيتو لادانه اي قرار ربما يصدر ضد اسرائيل. تمام. وبالتالي فانا اتخيل ان كل الامور دي ادت في النهايه الى ضعف الرؤيه حتى من وجهه النظر الامريكيه، يعني اخر اتفاق جيد ما بين الادارات الامريكيه وبين العرب كان في اتفاق اوسلو 1993. بعض صحيح. الادارات الامريكيه المتعاقبه لم تقم باي دور، يعني حضرتك انظري بعد بيل كلينتون لن تجد اي دور، سواء جورج دبليو بوش او باراك اوباما او دونالد ترامب او حتى السيد جو بايدن، كلهم وقفوا بجوار اسرائيل، واعتقد ان هذا لم يؤدي مطلقا الى تحقيق السلام، بالعكس ادى ذلك الى مزيد من العنف. يعني اذا هذا يقودنا للحديث يعني فيما يتعلق بالدعم الامريكي الاعمى لاسرائيل، واسرائيل كما نعلم انها هي الابن المدلل للولايات المتحده الامريكيه، تتلقى كل اشكال الدعم والمسانده، ومن هذا المنطلق تتعامل بانها فوق القانون الدولي وفوق الشرعيه الدوليه، فوق المساءله وفوق المحاسبه. اذا الى اي مدى العرب بحاجه عاجله سريعة وملحة لوحدة الصف العربي على قلب رجل واحد لمواجهة هذه الغطرسة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب؟ أنا أتخيل أن العرب على قلب رجل واحد في أشياء معينة. أولا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأم، وما زالت هذه القضية هي القضية المركزية للعرب. يمكن بعض الأحداث العربية طغت على الساحة مثل الأحداث الداخلية في بعض الدول العربية، لكن تبقى في كلاسيكيات الأدبيات العربية وكلاسيكيات السياسة العربية أيضا أن القضية الفلسطينية باعتبارها هي قضية العرب الأم. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق بالبعد الخارجي اللي حضرتك أشرت إليه، وايضا اصطفاف الولايات المتحده الامريكيه دوما بجوار الكيان الاسرائيلي، واعتقد ان هذا عطل مساله السلام كثيرا، ما يتعلق منه بالدوله الفلسطينيه ومشروعها الوطني الشامل، او ما يتعلق منه حتى بتحقيق السلام والهدوء النسبي في منطقه الشرق الاوسط. اذا انا اعتقد ان هناك حلول ايضا جديده، لماذا لا يتم التعويل على اطراف دوليه اخرى للدخول كوسيط في عمليات السلام ما بين اسرائيل وبين العرب؟ مثل على سبيل المثال الصين عرضت خدماتها في هذا الشأن، روسيا أيضا عرضت أن تكون وسيط، فرنسا طرحت مشروع لمسألة حل الدولتين، لماذا لا يتم التكاتف ما بين العرب وبين هذه الدول الكبرى لتكون ند قوي وأيضا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولا ننسى أن البرجماتية البحتة حاليا هي التي تحكم العالم، وبالتالي فأعتقد أن مصالح الدول الكبرى حاليا في منطقة الشرق الأوسط مع الدول العربية. رأينا قمة تعقد في الرياض وقمة أيضا تعقد في جدة، وبالتالي
فأنا أتخيل أن كل الأمور تشير إلى أن وحدة الصف العربي موجودة، لكن يتبقى شيء واحد كما أشرت حضرتك، هو ضرورة التعويل على أطراف خارجية غير الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. إذا أستاذ شريف، لما بنتكلم على القضية الفلسطينية حقيقة بها الكثير من التحديات والأعباء، أولها بطبيعة الأحوال أنها أرض محتلة من قبل الكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى قضايا وأزمات أخرى متعلقة بالتهجير القسري، متعلقة بأزمة المعتقلين، متعلقة بالتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي، أزمة الكهرباء، أزمات إنسانية، اتساع دائرة الاستيطان والمستوطنات، كل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب للأولوية وللأجندات في التعامل مع كل مسار على حدة، أم التعامل مع كل هذه المسارات في يعني في أشكال متوازنة وموازية بعض الشيء. على مدار السنين القضية الفلسطينية أصبحت متشعبة الأزمات، وكل بند حضرتك ذكرتيه فعلا ابتدى يتطور مع مرور الوقت، لدرجة أنها ده أصاب القضية الفلسطينية بالشلل والتعقيد، وبالتالي لابد أن احنا نتحرك في كل هذه الاتجاهات وليس اتجاه فردي. صحيح. بمعنى أن دلوقتي معركة الأمعاء الخاوية والمعتقلين الفلسطينيين لابد طبعا من حسمها، ولابد أن يكون في فرصة للإفراج عن كم هائل من المعتقلين، لأن طبعا ده بينعكس على العائلات الفلسطينية وعلى النسل الفلسطيني، وبالتالي الموضوع داخل في صميم القضاء على الشعب الفلسطيني نفسه. فلابد من حل هذه الأزمة، ولابد فعلا يكون في انفراجة بشكل ما فيها معركة بناء وإعادة إعمار غزة. والحقيقة الدكتور محمد صادق إسماعيل أصاب في أكثر من نقطة، لابد أن يكون في سير في اتجاه إعادة إعمار الأراضي المحتلة مرة أخرى بالاعتماد على الأموال العربية وعلى المنح من الخارج، وهذا لا يتحقق برضو إلا من خلال ورقة المصالح المرتبطة أو مصالح التطبيع بين الدول العربية وبين إسرائيل. هذا الضغط في هذا الاتجاه هو اللي ممكن يفرز نتائج إيجابية ويفضي إلى نتائج جوهرية في صميم حل القضية الفلسطينية، لأن ده برضو هيؤدي إلى إعادة إعمار المناطق، هيؤدي إلى إتاحة الفرصة لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة اللي هي دايما كنا بننادي بها منذ اتفاقيات أصله ومرورا حتى وصولا إلى كامب ديفيد 2. وبالتالي دي برضو قضية لابد أنها تحسم من جانب العرب، لأن الاعتماد القضية الفلسطينية على نفسها أصبح دلوقتي أشبه بالبحث عن سراب. لابد أن يكون في دعم عربي مادي ومالي على أعلى مستوى، ولابد أن يكون في برضو تنمية لموارد القضية الفلسطينية. من خلال إيه؟ من خلال أن يكون في جيش وطني فلسطيني يحمي الحدود أو يحمي على فكرة القضايا، ما يبقاش في اعتماد على انتفاضات الحجارة أو مقاومة الشباب الفلسطيني أمام التسلح النووي الإسرائيلي، مش مجرد تسلح عسكري عادي. فأعتقد أن المسألة ولازم كمان يا فندي يبقى في موقف موحد، يعني ما تبقاش حماس بتعمل إجراء والسلطة الوطنية الفلسطينية بتتخذ إجراء آخر، وده بيعمل حالة من التضارب والتداخل وبيشتت القضية الفلسطينية. فلازم يبقى في يعني رأس واحدة للسلطة الفلسطينية ويكون القرار واحد، لكن من أكتر من جهة ومن أكتر من فصيل. ده للأسف يعني بالشواهد وعمليا وفعليا ساهم بشكل كبير في ضياع القضية الفلسطيني. أنا من وجهة نظري كان أكبر خطأ ما حدث في 2006 لما تمزقت القضية الفلسطينية بين قطاعي غزة والضفة، بقت في حكومة هنا وحكومة هنا، وبالتالي إسرائيل استغلت هذا الانقسام في إنها ابتدت كل الأرض الفلسطينية أصبحت ملعب مفتوح لممارستها. لابد من حكومة وحدة وطنية، ولابد من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل تحت الرعاية المصرية قبل أن يكون تحت الرعاية العربية. واعتقد زي ما قال برضو الدكتور صادق وانا كنت متفق معه واشرت في بدايه الحديث، في قوه عظمى ابتدت تظهر على الساحه لابد من الرهان عليها، لان دوله زي الصين او دوله زي الهند، دوله زي النمور الاسيويه، دول النمور الاسيويه، روسيا في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه ستحاول بقدر الامكان هذه القوة انها تبارز الولايات المتحده الامريكيه وتنافسها في فرض سيطرتها على الشرق الاوسط. صحيح. وبدات تتجه الى القاره السمراء على سبيل المثال، وبدأت تتجه إلى الحوض الأفريقي،
وتلعب في مناطق أخرى جدا بخلاف القضية الفلسطينية. فإيه المانع أن القضية الفلسطينية برضو تبقى في مرمى الهدف أو في دائرة الاهتمام؟ فأنا أعتقد أن المسألة متوقفة أولا وأخيرا على جدية الأطراف العربية في التعامل مع قوى عظمى جديدة. القضية الفلسطينية يا أستاذة الحقيقة دلوقتي محتاجة لتغيير شامل في الاستراتيجية والتوقف تماما عن الأساليب التقليدية والمفاوضات القديمة، لأنها لن تغني ولن تسمن من جوع. صحيح. طب يعني حضرتك شايف أنه العرب ليهم دور في هذا السياق، وربما الآليات المتعلقة بالآليات الاقتصادية تكون يعني أكثر فعالية في هذه الفترة؟ الآليات الاقتصادية في المقام الأول، لأن ورقة المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الشعوب والأنظمة السياسية. نقطة ثانية مهمة جدا، لابد من يكون في أرشيف تاريخي لمسار القدس، لمقدسات القدس الإسلامية والمسيحية. لابد أن يكون في توثيق لهذه المقدسات بأنها تكون تحت الحماية الدولية منعا لأي تجاوزات أو انتهاكات، سواء من المستوطنين اليهود أو من الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال. تمام. هذا هو اللي يوفر الدعامة ويوفر أساسا الحماية لملف القدس. ولا بد أن يكون هناك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن قرار ترامب القديم بنقل السفارة الأمريكية للقدس أو اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. لا بد أن يكون في رهان على العلاقات العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى العظمى الأخرى. هنا يمكن أن يتحقق الضغط العملي على إسرائيل. لا خلاف. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام، شرفتنا ونورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.